رجاء توضيح خطورة تبغيض وتخبيب أهل الزوجة في زوجها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. لكن هب أنهم ينصحونها، افترض مثلا أن الزوج يأتي من زوجتي أعمالا محرمة في غير ما أحل الله، فهذا يعني ينصحونها، يشكروا على نصحهم. مثلا امرأة زوجها يسرق حرامي، فنصحوها بالبعد عنه، يشكروا على هذه النصائح. أما التخبيب حيث لا أشياء مثل هذه، مثلا زوج يعني حالته ركيكة ضعيف المال، وهم يزهدونها فيه ويأمرونها بالطلاق ويحثونها على الطلاق، اختلف الأمر.